النهاردة إن شاء الله هنتكلم في درس Operations on Decimal Number. في المسألة الأولانية عاوزين نعمل 75.013 plus 16.81. أول حاجة هنا عندي الديسمال بوينت فيه علي منها كام ديجيت؟ 3 ديجيت تمام كده، وهنا 2 ديجيت. هنشوف تحت هنا في بوينت لكن هنا في 2 ديجيت، فأنا ممكن أزود هنا 0، يبقى أنا كده معملتش حاجة. ونعمل بلس عادي، 3 بلس 0 يطلع 3، 1 بلس 1 2، 0 بلس 8 8، وبعد كده ننزل البوينت، و 5 بلس 6 11، 1 وكاري اب 1، 1 و 7 8، 8 بلس 1 تطلع 9. نيجي المسألة اللي بعد كده برضو هنعمل بلس 0.2 بلس 0.832. هنا عندنا بوينت فيه هنا كام ديسيمال؟ 3 ديجيت، وهنا بعد البوينت فيه كام ديجيت؟ 1 بس، فأنا ممكن أزود 2 0 على الرايت، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. واعمل بلس عادي، 0 بلس 2 يبقى 2، 0 بلس 3 3 2 8 10 0 كاري اب 1. ما ننساش ان احنا بننزل بوينت مكانها، 1 و 0 و 0 تطلع الاجابه 1. المساله اللي بعد كده هنا البوينت هنا 3 ديجيت، وهنا البوينت 3 ديجيت، هنا 1 ديجيت 1 ديجيت، يبقى مفيش مشكله. 4 بلس 6 10 يبقى 0 وكاري اب 1، 1 و 8 9، 9 بلس 3 هتدينا 12، 2 كاري اب 1، 1 و 0 1 بلس 7 تطلع 8، وبعد كده البوينت تنزل زي ما هي، و 3 بلس 0 تنزل 3. المسألة اللي بعد كده المرة دي هنعمل سبتراكشن بنفس النظام، ادي البوينت وهنا 3 ديجيت 2 ديجيت، هنا البوينت 3 ديجيت وهنا 2 ديجيت، مفيش مشكلة. 9 ماينس 8 1، 9 ماينس 8 برضه 1، هنا 4 ماينس 7 كانت بي، بنعمل بورو من 6، 6 هتبقى 5 وال 4 becomes 14، 14 minus 7 هنعدي من ال 7 لغايه ال 14 هتطلع 7، البوينت ينزل زي ما هو، 5 minus 4 1 و 5 minus 2 3 تطلع الاجابه صرت 1.711. المساله اللي بعد كده هنا عندي 25.198 minus 14 بس، طبعا ال 14 احنا ممكن نحط البوينت على الرايت تمام كده مفيش مشكله، لان 14 بوينت هي 14، وهنا في 3 ديجيت هنحط 3 0، ونعمل ماينس 8 ماينس 0 هتنزل ال 8، 9 ماينس 0 تنزل ال 9، 1 ماينس 0 1، وبعد كده ننزل البوينت، 5 شلنا منها 4 1، و 2 ماينس 1 تطلع 1 تبقى 11.198. السؤال اللي بعد كده 9 ماينس 4.79، هنا في بوينت هنا مفيش بوينت، ممكن نحط البوينت على اليمين مفيش مشكلة خالص، لأن 9 بوينت هي 9، هنا في 2 ديجيت يبقى نحط 2 0، ونعمل ماينس 0 ماينس 9 كانت بي، يبقى هنعمل بورو من ال 9 ديت، ال 9 هتبقى 8 وال 0 ده يبقى 9 وال 0 الاولاني يبقى 10، 10 ماينس 9 1، 9 ماينس 7 2، ننزل بوينت، وهنا 8 ماينس 4 تطلع 4. السؤال اللي بعد كده برضه 96 ماينس 8.289، هنا في بوينت هنا مفيش بوينت، نقدر نحط البوينت، هنا 3 يبقى نحط هنا 3 0، هنا كان في 2 ديجيت هنا 1 ديجيت، ممكن نحط الزيرو على الليفت مفيش مشكله خالص. 0 ماينس 9 كانت بي، هنعمل بورو يبقى 6 ده يبقى 5، وهنا 9 والزيرو الاولاني يبقى 10، 10 ماينس 9 1، 9 شيلنا منهم 8 1، 9 شيلنا منهم 2 7، وينزل البوينت، 5 ماينس 8 كانت بي، ال 9 دي هتبقى 8 وال 5 يبقى 15، 15 ماينس 8 7، وبعد كده تنزل ال 8 تطلع 87.711. المسألة اللي بعد كده برضو بنفس النظام مفيش مشكلة، ندخل على المسألة الأخيرة، هنا 7 ماينس 3.12، هنا في بوينت مفيش بوينت، هنا 2 ديجيت نزود 2 0 ما عملناش حاجة، 7 هي 7.00، 0 ماينس 2 كانت بي، بورو من 7، ال 7 هتبقى 6 وال 0 ده يبقى 9 وال 0 الأولاني يبقى 10، 10 ماينس 2 تطلع 8، 9 شيلنا منها 1 تطلع 8 برضو، وبعد كده ال 1 وبعد كده ننزل 3. السؤال اللي بعد كده find the result، هنا 17.3 plus 4.6، هنا في بوينت هنا بوينت، هنا 1 ديسمال هنا 1 ديسمال، طبعا الليفت هنا في 4 1 ديجيت سوري، وهنا 2 ديجيت، يبقى هنحط هنا 0 عشان يبقى 2 ديجيت زيها بالظبط، وهنا 6 هنا تحت ال 3، وهنا ال 4 وادي 0، بنعمل بلس عادي، 3 بلس 6 9 والبوينت ينزل، و 7 و 4 11، 1 وكاري اب 1، 1 1 و 0 تطلع 2، يبقى الإجابة 21.9. السؤال اللي بعد كده 15.8 بلس 10.9
9 هنا بوينت 1 ديجيت وهنا بوينت 1 ديجيت مفيش مشكله، بوينت 2 ديجيت 2 ديجيت زيها مفيش مشكله، يبقى بنعمل بلس عادي نحطها تحت هنا. طبعا ادي هنا 9 هنا وادي البوينت وادي الزيرو وادي ال 1 8 و 9 17 7 وكاري اب 1 1 على 5 6 6 و 0 طبعا البوينت تنزل زي ما هي يبقى هنا 6 وبعد كده هنا عندي 1 1 تطلع 2 يبقى الاجابه هتطلع 26.7. اللي بعد كده 9.3 وهنا 2.65 هنا 2 ديجيت لكن هنا 1 ديجيت، ممكن ازود 0 على الرايت يبقى انا ما عملتش حاجه لان الزيرو ده لو اتدحرج فمفيش مشكله، ايه مفيش حاجه ايه بتحوشه يعني. يبقى هنا الزيرو ينزل وادي ال 3 وادي بوينت وادي الايه ال 9 5 شلنا بلس الزيرو 5 6 و 3 9 البوينت ينزل 2 9 تنزل ال 11 نفس النظام في الماينس هنا 1 ديسمال هنا في ديجيت وديجيت وهنا 1 ديسمال ديجيت وديجيت مفيش مشكله 7 شيلنا منها 4 تنزل 3 نحط البوينت 5 شيلنا من 1 ينزل 4 هنا نفس النظام بوينت 2 ديجيت بوينت 2 ديجيت هنا 1 ديجيت 1 ديجيت هنعمل ماينس عادي مفيش مشكله نيجي اللي بعدها 12.78 وهنا 3.5 هنا بوينت هنا 1 ديجيت لكن هنا 2 ديجيت لا يبقى خليها 2 ديجيت هنزود 0 على الرايت مفيش مشكله هنا دي 2 ديجيت هنا في رقم واحد بس هنزود الزيرو على الليفت برضه مفيش مشكله لكن لو زودت زيرو هنا هبقى بوظت الدنيا وهنا 8 شيلنا منها 0 تنزل ال 8 7 شيلنا منها 5 تنزل ال 2 بعد كده البوينت 2 ماينس 3 كانت بي هناخد ال 12 كلها ماينس 3 هنعد تطلع ايه تطلع 9 السؤال اللي بعد كده 8.25 وهنا 11. 7 هنا 1 ديجيت لكن هنا 2 يبقى اقدر ازود هنا 0 ما عملتش حاجه هنا 2 ديجيت هنا 1 0 ازود على الشمال 0 ونعمل بلس عادي 5 و 0 تنزل ال 5 2 7 9 البوينت ينزل 1 و 8 9 وبعد كده ال 1 ايه تنزل السؤال اللي بعد كده 10.007 بلس 9 هنا في بوينت هنا مفيش بوينت انا اقدر ازود البوينت على الرايت يبقى انا ما عملتش حاجه هنا 3 ديجيت يبقى ازود 3 0 واعمل بلس عادي تمام كده 7 و 0 تنزل 7 وبعد كده ال 0 ينزل وال 0 ينزل نعمل بوينت و 9 1 يبقى كام 10 وفي طالب بيقول لي يا مستر ده 9 ده هو النمبر وهنا 1 انا هعمل ال 9 بلس 1 تطلع 10 وانزل الباقي وفعلا تطلع الاجابه نفس الاجابه زي هنا مثلا هنا 13 ده الهول نمبر الهول نمبر هنا كام 2 هنعمل ال 13 بلس 2 هتطلع 15 وبعد كده بوينت 65 او نشتغل عادي هنا بوينت هنا مفيش بوينت احط بوينت 2 ديجيت احط 2 0 0 بلس 5 يبقى 5 0 بلس 6 6 البوينت ينزل هنا طبعا في 2 ديجيت هنا 1 احط 0 هنا عشان ما نغلطش 3 و 2 5 وبعد كده الايه ال 1 ينزل اللي هي 15.65 من اول نيجي للمساله دي 0.6 ماينس الرقم ده هنا بوينت 3 ديجيت هنا بوينت 1 ديجيت ممكن ازود هنا 2 0 واعمل ماينس عادي 0 ماينس 5 كانت بي هعمل برو 6 ده هتبقى 5 والزيرو ده يبقى 9 والزيرو الاولاني يبقى 10 10 شيلنا منه 5 يبقى 5 9 ماينس 7 2 ال 6 بقى 5 5 ماينس 2 3 وبعد كده انزل البوينت وانزل الايه الزيرو اخر مساله خالص 1 ديجيت وهنا في بوينت و 2 ديجيت يبقى نحط بوينت و 2 ديجيت يبقى 2 0 وهنا في 1 احط الزيرو على الشمال ونعمل ماينس عادي ادي هنا ال 5 هنا وادي ال 6 هلاقي البوينت جت تحت البوينت وعدها لو جت كده يبقى انا عامل صح 0 ماينس 5 كانت بي ال 3 هتبقى 2 وده 9 وده 10 10 ماينس 5 5 9 ماينس 6 3 البوينت ينزل 2 ماينس 2 0 بعد كده 1 شيلنا منه 0 يبقى اي 1 يبقى الاجابه هتطلع 10.35 هناخد بقى ديفايدد بيقول لي ديفايد 15 ديفايد 10 احنا الكلام ده احنا خدناه قبل كده اللي هو الديسيمال كان عندنا 15 ديفايد 10 هي 15 اوفر 10 كنا بنعمل ايه بنقول هنا في 1 0 فكنا ننزل ال 5 وبعد كده نحط البوينت وبعد كده ال 1 تطلع 1.5 نفس الكلام اللي احنا هنعمله هنا ايه اللي بيحصل هي البوينت بتبقى على اليمين كده لابسه طاقه لخفه ديفايد 10 يبقى هترجع ايه 1 ديجيت طب 100 هترجع 2 ديجيت 1000 ترجع 3 ديجيت طب نشوف الكلام ده 15 ديفايد 10 قلنا البوينت على اليمين لابسه طاقه لخفه هترجع 1 ديجيت تطلع 1.5 طب هنا 10 برضو هترجع 1 ديجيت 7.8 طب المره دي ديفايد 100 هنا يبقى نعد كام ديجيت 1 2 نحط البوينت بعد كده عشان هنا 100 فيها 2 0 يبقى ننزل ال 5 وال 4 وبعد كده بوينت 0
هنا 100 اه موجودة هنا، عندي كام ديجيت؟ 1 2 بوينت 0 يبقى 8 7 بوينت 0. اللي بعد كده 100 احنا عندي كام ديجيت؟ 5 2 حط البوينت 1 تبقى 5 2 بوينت 1 اه هي 1.25 يعني. هنا 100 هنعد ال 2 ديجيت نحط البوينت يبقى ننزل ال 7 وال 4 والبوينت وبعد كده ال 3. 5 ديفايدد 10 اه طبعا اللي هي 0.5، البوينت هنا هيرجع 1 ديجيت يبقى 5.0 اللي هي 0.5. 6 ديفايدد 10 هيرجع ديجيت يطلع 0.6. 28 ديفايدد 10 اه هنا ديفايدد 10 هيرجع 1 ديجيت تطلع 2.8. هنا 10 برضو 1 ديجيت يبقى 1.5. هنا 100 يبقى اكتب ال 6 وال 3 وبوينت وهنا ايه 0. ديفايدد 100 هيرجع برضو 2 ديجيت 0.72. هنا ديفايدد 1000 اه يبقى هنكتب هنا ايه هيرجع كام ديجيت 3. طب في هنا رقم واحد نحط 2 0 الاول بعد كده بوينت 0 يطلع 0.006. ديفايدد 1000 برضو مش 100، هنا 1000 وهنا 1000 برضو يبقى هيرجع 3 ديجيت هنزل 3.00.0. هنا 1000 يبقى 1 2 3 وبعد كده بوينت 0 ننزل 5 و 6 و 3 وبعد كده البوينت و 0 الاخيره خالص ديفايد 1000 برضه هيطلع 2.08.0. نيجي للتحويلات. خدنا في الترم الاولاني ازاي احول من كيلومتر للمتر، الكيلومتر فيه كام متر؟ فيه 1000 يبقى هنعملها ملتبلاي 1000. طب من المتر للديسيمتر تايم 10 والديسيمتر للسنتيمتر برضه 10 والسنتيمتر للمليمتر 10. ده كده من الكبير للصغير. طب لو عملت كونفرت من الصغير للكبير هيعمل ديفايدد، يبقى هنا من المليمتر للسنتيمتر ديفايدد 10 والديسيمتر والسنتيمتر للديسيمتر هيبقى برضو ديفايدد 10. وهنا نفس النظام يبقى هنا ديا ديفايدد 10 هنا وهنا ديفايدد 10 هنا وهنا برضو ديفايدد 10 لكن هنا من المتر للكيلومتر ديفايدد باي 1000. وخدنا برضو في الترم الاولاني الاريا يونت من الكيلومتر سكوير للمتر سكوير، احنا قلنا من الكيلومتر للمتر تايم 1000 اللي هتكون سكوير هتطلع ايه تايم 1000 و 1000 اللي هي تايم مليون. طب من المتر سكوير للديسيمتر احنا قلنا من المتر للديسيمتر 10 لكن سكوير يبقى 10 باي 10 اللي هي 100. ونفس النظام الديسيمتر سنتيمتر 10 لكن سكوير يبقى 10 باي 10 يبقى برضو هنعمل ملتبلاي 100 ونفس النظام هنا هيبقى ملتبلاي 100. طب وانا راجع من الصغير للكبير يبقى العكس ديفايدد 100 وهنا من الصغير للكبير ديفايدد 100 وهنا نفس النظام ديفايدد 100 لكن من المتر سكوير للكيلومتر سكوير ديفايدد 1 مليون. تمام نشوف بقى هنا بيقول لي 5 سنتيمتر للديسيمتر ادي السنتي للديسيمتر انا راجع يبقى هعمل من الصغير للكبير يبقى هعمل ديفايدد يبقى هي ديفايدد كام ديفايدد باي 10. طب فين البوينت؟ البوينت على اليمين لابس اخت لخفه هيرجع ورا يبقى 5 بوينت هنا 0 يبقى 0.5. طب من السنتيمتر للمتر من السنتيمتر للمتر من الصغير للكبير انا عندي المتر في كام سنتي؟ في 100 عشان في خطوتين تمام كده يبقى هعملها ديفايدد 100 يبقى البوينت اللي لابس الاخفه دون هيرجع خطوتين. طب في رقم واحد 0 وهنا بوينت وهنا 0 يبقى 0.05. اللي بعد كده من المتر للكيلومتر من الصغير للكبير. طب الكيلو فيه كام متر؟ فيه 1000 لكن من الصغير للكبير يبقى هنعمل ديفايدد باي 1000 يبقى هنا البوينت هيرجع كام مره؟ 3 ديجيت يبقى هنزل 6 0 0 بعد كده بوينت 0 تطلع 0.006. طب الديسيمتر للمتر برضو هنا ديفايدد 10 لان المتر فيه كام ديسيمتر؟ فيه 10 فمن الصغير للكبير بعمل ديفايدد البوينت هنا اللي بستقيت لك هيرجع 1 ديجيت عشان فيه 1 0 يبقى 1.2. من المتر سكوير بقى للمتر سكوير من الديسيمتر سكوير للمتر سكوير المتر سكوير في كام ديسيمتر سكوير؟ في 100 يبقى هنعملها ديفايدد 100 والبوينت ده يرجع مرتين يبقى 6 0 وهنا بوينت 0 0.06. من السنتيمتر سكوير للديسيمتر سكوير هيطلع برضو ايه ديفايدد 100 تمام كده يبقى ده ديفايدد 100. هنغير الرقم مثلا خليه ايه 36 سنتيمتر سكوير ديفايدد 100 يرجع مرتين يبقى 0.36. اخر واحده هنا من ال 90 هنا سنتيمتر سكوير للديسيمتر سكوير من الصغير للكبير هيعملوا ايه ديفايدد باي 100 يطلع 0.90 اللي هي 0.9. السؤال اللي بعد كده ستوري بروبلم بيقول لي احمد بوت ابير اوف تراوزرز احمد اشترى بنطلون بكام؟ 83.25 يعني اشترى بكام بالعربي كده 83 جنيه وربع.
and a pair of shoes. واشترى ايه؟ shoes بكام؟ 75.5. how much did he pay؟ هو دفع كام؟ اشتريت حاجة وحاجة، فالاتنين دول عشان نعرف دفعنا كام هنعمل لهم بلس. هنقول احمد بيت او هي بيت اي حاجة equal، هنعمل دول بلس. طب هنا في بوينت و 2 ديجيت، هنا بوينت 1 ديجيت، هنحط 0 على الرايت ما عملناش حاجة، ونعمل بلس عادي. ادي هنا عندنا الرقم الاولاني، اي واحد منهم بقى في البلس مش تفرق. بوينت هنا 50 بلس الرقم التاني 83.25 05 تنزل 5 5 و 2 تبقى 7، والبوينت ينزل 3 و 5 8 و 8 و 7 تطلع 15 تطلع 158 باوند and 75 10 hundredths. طبعا كأنها ايه بالعربي؟ 158 جنيه و75 قرش. اللي بعد كده مازن has 35 باوندز. مازن معاه كام؟ 35 باوند. اشترى بول، اشترى كورة بكام؟ ب 9.75 باوند، 9 جنيه و75 قرش. واشترى بوك ب 840 بياسترز. ناخد بالنا ده باوند وده باوند، لكن ده بيسترز. وفي بيقول لي في الاخر ايه؟ هاو ماتش ماني واز ليفت وذ هيم، اتبقى معاه كام؟ طبعا هنا ليفت دي بنعمل فيها ماينس، بس هو دفع كام؟ هو اشترى ده وده، تمام. اول حاجه ده بالايه؟ بالباوند، لكن ده بالايه؟ بالبيسترز. يبقى حول البيسترز للباوند. طب الجنيه فيه كام قرش؟ فيه 100، هنعملها ديفايدد 100 الاول عشان تبقى ايه بالباوند. هيرجع البوينت مرتين هتطلع 8.40. يبقى أول حاجة الحاجة البرايس للبول والبوك، هنقول the price اللي هو الثمن of the bowl and the book، هنعمل رقم دول بلس اللي هي 9.75 بلس 8.40. حولت هنا من البيسترز للباوند هتطلع 5 11 4 و 7 11 1 ومعانا 1، هتبقى ديا 10 10 و 8 تطلع ايه 18. ده اللي دفعه، بس هو كان معاه كام؟ 35. عاوزين نجيب الليفت، الليفت هنعمل ماينس. طب دول هنعملهم ماينس. طب هنا في بوينت، هنا مفيش بوينت، طب حط البوينت فين؟ هنا غلط، هنا غلط، لازم البوينت زي ما بنقول نحط حط على الرايت. هنا 2 ديجيت هنحط يبقى 35.00، يبقى نقول ذا ليفت ماني هنعمل 35.00 ماينس ادي ال 5 وادي ال 1 وادي البوينت، لان البوينت جت ايه في مكانها، يبقى المساله بقى سهله. 0 ماينس 5 وماشيين صح، كانت بي بورو من ال 5 تبقى 4 ودي 9 ودي 10، 10 ماينس 5 5 ودي ينزل 9 ماينس 1 8 والبوينت ينزل 4 ماينس 8 كانت بي هيبقى 14 وال 3 تبقى 2، 14 ماينس 8 6 و 2 ماينس 1 هتطلع 16.85. اخر مساله معانا، سامية هاد 86 باوند، سامية معاها كام؟ 86 جنيه. شي بوت ابول، اشترت بول ب 54.3 باوند، واشترت بوك بالرقم ده. فاين ذا ريمينينج، برضه نفس النظام، الباقي معاها كام؟ اول حاجة قلنا دي باوند باوند، لكن دي بيسترز، حول البيسترز للباوند. طب ديفايدد كام؟ ديفايدد 100، يعني البوينت ترجع مرتين يبقى هتطلع 8.40 او 8.4، مفيش مشكلة. طب هي دفعت كام؟ هنقول شي بيت، او هنا ايه the price of اللي هو البول والبوك هيبقى 54.3 بلس 8.4، تمام كده. انا شلت هنا الزيرو لان الزيرو على الرايت ملوش ايه لازمة، هنا 1 digit هنا 2 digit حط الزيرو على الليفت مفيش مشكلة. 3 و 4 تبقى 7، البوينت ينزل 8 و 4 12 2 carry up 1 تطلع كام؟ يبقى هي البرايس بتاع البول والبوك 62.7. طب هي كان ايه دفعت كام؟ دفعت للراجل ده، وانا عاوزين نجيب الايه الريميننج ماني او ذا ليفت ماني، هنعمل ماينس ادي 86 ماينس الرقم ده 62.7. طب هنا في بوينت مفيش بوينت، حط البوينت على الايه على الرايت وحط الزيرو عشان هنا 1 ديجيت، 0 ماينس 7 كانت بي، هنستريب من ال 6، ال 6 تبقى 5 والزيرو يبقى 10، 10 ماينس 7 3 البوينت ينزل 5 ماينس 2 3 برضو و 8 ماينس 6 تطلع كام؟ تطلع 2، تطلع الإجابة 23.3. بالتوفيق إن شاء الله.